السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. في هذا الفيديو حنقول لكم إيش هو الراديومتر وإيش فائدته وكيف نستخدمه. طيب لما يكون عندنا إحنا اللايت كيورز، طيب، ونجي نستخدمها، لازم we have to monitor it، نعرف الإيراديانس اللي طالع منه is it consistent ولا لا. يعني من يوم ما أنتوا تشتروه من الشركة يكون في المانيفاكتشر مكتوب حاجة، فيصير إحنا لازم نعرف is it consistent مع what the manufacturer mentioned. يعني مثلا يقول لنا الإيراديانس 1200 مثلا ولا 1000 ولا whatever number، نتأكد قبل ما نبدأ نستخدمه على البيشنت إنه كم الميجرمنت حقه، أوكي، الإيراديانس، we have to monitor it. يعني كل فترة we need to measure the irradiance، نتأكد إنه consistent عشان we ensure إنه what we're delivering للcomposite، يعني the irradiance اللي بيطلع بيسوي curing أو polymerization للcomposite مظبوط. Okay، فهذا هو فائدة الراديومتر. These are chair side radiometers. طيب هذا اللي نستخدمها في العيادة، إنه زي ما قلنا it is better إنه مثلاً periodically مثلاً حسب الاستخدام لللايت كيور، مثلاً ممكن يكون أسبوع كل شهر we measure الراديانس حق اللايت كيور. عندنا هنا two types of radiometers. هذا أول type، okay، هذا it's a gauge radiometer، okay، هذا نوع أقدم القديم يعني اللي عادة يستخدموه، بس it is still functional very good، okay، وزي ما انتم شايفين زي العداد هو فيه، طيب، و it can range، هذا النوع ranges up to 2000، وهنا احنا we're going to put the light guide tip، okay، دحين حنوريكم كيف، بس أول حاجة نوريكم النوع الثاني هذا، this is a digital radiometer، okay، يعني شايفين it's a digital radiometer، بس في النهاية نفس الفانكشن برضو يقيس ال الراديانس. في بعض اللايت كيورز يجي في الشارجر حقها، طيب شايفين يجي الراديومتر، طيب بس هذا ما يعطي نمبر، it is just a light indicator هنا عشان تشوفوا إذا ال enough الإيراديانس is sufficient ولا لا، أو تلاقوا في البوكلت اللي يجي مع اللايت كيور إنه كل واحد إيش رقمه، يعني الإيراديانس كم حيكون. أول حاجة قبل ما we measure the irradiance we have to protect our eyes، we wear protective goggles، okay، أو ممكن نحط على اللايت كيور اللي هو الشيلد اللي يجي معه. you have these options، all of them are effective، so you can choose whatever you like. هنا عندنا الراديومتر، ايش حنسوي؟ we're going to hold the light cure، طيب حنحط the light guide tip عليه، okay، نخليه perpendicular زي كده، and then you're going to activate the light cure، okay، شايفين على طول سوى reading، هذا 1200 مليوات per centimeter square، the irradiance 1200. let's see it again، انت بس حتحطوه اوكي هنا and then you see على طول ادينا measurement. هذا الجيج راديومتر، زي ما قلنا this is not 100% accurate but this is a chair side is very quick، عشان ال more accurate اللي هي spectrometers اللي تستخدم في اللاب. طب بس لو جينا هنا دحين لاحظنا احنا سوينا الميجرمنت، بس لو جينا لاحظنا الديامتر حق الجايد تيب والديامتر حق السنسور هنا ما هو نفس الشيء، فلما يكون في ديفرنس ما حيكون الميجرمنت فيري اكوريت، عشان الايراديانس هو يعتمد على الباور اوفر سيرفيس اريا، زي ما احنا شايفين هنا من الوحده ملي وات الباور على سيرفيس اريا. طيب فالسيرفيس اريا تفرق في الاماونت اوف ايراديانس اللي تحسب، اوكي، فعشان كده فذس از ا ستاندرد، فنتوقع انه لما الديامتر حق اللايت جايد تيب أكبر من السنسور إنه الراديانس ميجرمنت حقتي حتكون أقل، لما تكون the same size حيكون accurate، وإذا كان أكبر الراديانس فاليو حقي حيكون برضو inaccurate. فراحوا اخترعوا هذا الديجيتال راديومتر، مو كل الديجيتال راديومترز بهذا المنظر، بس هذا النوع من وراء جاي فيه like يحسب لك الديامتر. يعني هنا لو جينا شفنا في numbers، طيب من 6 إلى 12، أوكي، فيصير أنت تقدر تحسبي إيش or you measure
الجايد تيب حقنا، يعني حنمسك كده، نمسك من البعيد لين هنا، فنعرف اوكي هذا الجايد تيب ديامتر حقه it is 10. طيب بس برضو لازم نعمل في حسابنا انه اوكي هناك it measured 10، بس شايفين هنا في الكيسينج حواليه، فهذا نعرف انه هو ما هو بالضبط 10، ممكن يكون 9 او 9.5، عشان حيطلع اللايت بس من النص، ما حيطلع من هنا من الكيسينج هذا من الحديدة او البلاستيك. فwe need to take that into consideration واحنا بنسوي curing، اوكي او بنحطها فوق السنة. طيب فالحين ايش هنسوي؟ we're going to hold it كده gonna measure it's about 10، فحأروح هنا أحدد الديامتر حقي على 10، اوكي بعد كده هأحط اللايت جايد تيب perpendicular على السيرفيس، اوكي and I'm going to start curing. When I start curing شايفين الميجرمنت 1240 ملي وات بر سنتيمتر سكوير، ونقدر نشوف الوحدة جنبها على طول. هذا الراديومتر برضو فيه شيء ميزة انه يقيس لي الباور حق اللايت. احيانا يكون مهم انه نعرف الباور حق اللايت مو الايريديانس، فاحنا هنا بس نعايره على باور and we're going to put it برضو perpendicular على surface and it's going to measure. طيب الباور دائما اقل من الايريديانس، عشان ايش الفرق؟ الباور بس اللي هنا طالع من هنا، الباور يكون هنا، الباور يكون across the light guide tip اللي موجود هنا، اوكي الايريديانس يتأثر بالديامتر على السيرفيس اللي انتو بتسووا له curing، اوكي الايريديانس هي the amount of power that the restoration receives، يعني قد ايش الريستوريشن receives power على السيرفيس نفسه. So this is how you use the digital radiometers. طيب لما تيجي تسألوني طب قد إيش المينيمم أماونت؟ المينيمم أماونت that the light cure should have is at least 400 according to the ISO. طيب anything above 1000 is good، بس إحنا ما نحتاج مرة يعني إيريديانس مرة عالي up to 3000. Around 1800 is good، 1200 برضو كويس. خلينا نشوف مثال تاني لي measuring الإيريديانس. مثلا عندنا هذا اللايت كيور، اوكي this is a budget light cure من الاشياء اللي you can buy off the internet which we don't recommend using. هنا بس we're just showing you كيف الميجرمنتس حتكون مختلفه، يعني هنا برضو حنحط perpendicular، نجي نقيس، شايفين it's barely it's not even ما وصل حتى 400، اوكي وصل تقريبا 200. This means and this light is not sufficient to be used on patients. عشان كده البادجت لايتس اللي موجوده اونلاين is not accurate if it's not من شركه معروفه او اتعمل لها testing. We don't recommend using. ف we can see هنا if we use this one the digital radiometer okay تشوف الديامتر حقه around 8، فحنحط هنا 8 مليمتر، خليه perpendicular ونيجي نقيس، شايفين it's around 350، اوكي فشفنا الفرق بين two light cures، اوكي so زي ما قلنا احنا دحين اتكلمنا في هذا الفيديو على the importance of using a radiometer or a dental radiometer and how to use it. Thank you very much and see you in the next video.